ولقد حد الأسى والضيم ركني عيوني وعدتني أنا أعرفكم تفو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادة الأكارم، أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في كل مكان، أعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء، ولا نزال مستمرون معكم وتغطياتنا اليومية للمجالس والمواكب الحسينية التي يحييها أبناء النجف الأشرف خلال أيام وليالي شهر محرم الحرام. ابقوا معنا. هيهات أن تجفو السهاد جفوني، أو أننا غاعية الأسى تجفوني. أنا ويوم الطف أضرم في الحشا جذوات وجد من لظى فتيات فاطم من بني ياسين. سيدنا، بداية عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم بمصاب جدك الحسين سلام الله عليه. اليوم إذا نتحدث عن المجالس الحسينية حقيقة، دورها، الرسائل اللي أو جملة الرسائل اللي ممكن تحملها في توعية المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، عظم الله أجوركم جميعا. هذه المناسبة، مناسبة محرم وما يليها من مناسبات كالأربعين، هي نعمة كبيرة علينا جميعا، وقد من الله عز وجل علينا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام بهذا الشعور وبهذا الحزن وبهذا التفاعل مع هذه المناسبات، لأنها تفاعل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذه المناسبة استغلها الشيعة خير استغلال في توجيه أبنائهم وحفظهم وحفظ عقائدهم وتقويم سلوكهم، فلا تجد مدرسة أبلغ في التعليم وأكثر تأثيرا في سلوك الناس كمدرسة المنبر الحسيني. لذلك أؤكد أن الإخوة أرباب المجالس ينبغي أن يحرصوا على أن تكون مجالسهم مدارس، هي كذلك كل المنابر مدارس، إلا أن بعض الأرباب المجالس لا يلتفتون إلى بعض الجهات، إلى بعض النكات المهمة في هذه الجهة. نريد لمجالسنا أن تربي أبناءنا على التفجع على الحسين عليه السلام أولا، وثانيا على الخلق القويم والسوي، وثالثا على العقائد الحقة تثبتهم على عقيدتهم بالإسلام وأهل البيت عليهم السلام. أيها المؤمن الذي ترتب مجلسا عظيما أو صغيرا أو متواضعا، التفت إلى أن من تدعوه إلى هذا البرنامج ينبغي أن يكون إنسانا مؤهلا لأداء هذه الأدوار، الدور العقائدي والدور الأخلاقي ودور التفجع. ودعاؤنا إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ جميع الشيعة ويجزيهم خير الجزاء ويوفق جميع خدام الحسين، يطرح البركة بكل المجالس وبكل الخطباء وبكل الرواديد وبكل الحضار إن شاء الله. أحسنتم متفضلين سيدنا، جزاكم الله الخير. ومشى إلي السبط ينعى، وسعد الله قلبك أبا عبد الله. ومشى إلي السبط ينعى، كسرت الآن ظهري يا أخي ومعي، فضيلة الشيخ. اليوم عندما نتحدث عن المجالس الحسينية وقيمة هذه المجالس، خصوصا عندما تقام في مدينة مقدسة وإلها خصوصية مثل النجف، شو الرسائل اللي ممكن نوصلها للعالم أجمع في قضية الإمام الحسين عليه السلام من خلال إقامة هذه المجالس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعني أحب أختصر بعض الدقائق القليلة
انه هذه المجالس هي تربينا وتعلمنا وتعلم الاجيال، واكو فد يعني فد شاهد بسيط على ذلك، وهو انه هاي الشباب اللي لبت فتوى سماحة السيد ستاندا مطلها، كيف انه كانت دفاعا والتضحيات والجهاد وما شابه ذلك، فانها هي تربي بالشجاعه بالغيره الحسينيه الاصيله وكل شيء. فهي المجالس كما يقال انها مدارس. عظيم جدا. وانه هذه المجالس تمتد لقرون عده، يعني احنا بعد اطفال من النظام المقبور انه تربينا على المجالس خلسه وفي السراديب بتعبير النجفيه، وانهم مطفين الضوء مطفين الصوت، تربينا على هاي القضايا. جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. روى شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابيه الأمالي وعيون أخبار الرضا عليه السلام عن أستاذه محمد بن علي ماجي لويه، عن أحمد بن إسحاق القمي وهو من الثقات الأعاظم، عن الريان بن شبيب، والريان بن شبيب من ثقات أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم. الريان بن شبيب دخل على الإمام الرضا في أول محرم. الإمام الرضا تحدث معه عن محرم، وتحدث معه عن مصيبة سيد الشهداء عليه السلام. ذكر له أن العرب كانوا يحترمون هذا الشهر، لكنهم أباحوا دم ابن رسول الله وسبوا عائلته. ثم قال الإمام الرضا عليه السلام لابن شبيب: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين بن علي عليه السلام. هذه الرواية وأمثال هذه الرواية هي من التربية التي قام بها أئمتنا عليهم السلام لشيعته. أئمتنا لمدة 200 عام يربون شيعتهم على التواصل مع كربلاء، على أن يعيشوا كربلاء في نفوسهم، في أرواحهم، في مجتمعاتهم، في أحزانهم. أئمتنا لمدة 200 عام يربون شيعتهم على البكاء والحزن، على استدرار الدمع، على تذكر هذه المصيبة. الإمام الرضا في أكثر من مناسبة، الإمام الرضا كان يحث الشيعة على ذلك. بل الإمام الرضا ومن قبله جده الإمام الصادق والإمام الكاظم كانوا يعقدون المجالس في ذكر سيد الشهداء. نحن شيعتهم عندما نعقد هذه المجالس فهي من وحي تربيتهم. لا يمكن للشيعي إلا أن يعيش هذه الحالة، لا يمكن للشيعي أن يمر عليه محرم وصفر ولا يحيي هذه الشعائر. لا يمكن أن يكون الشيعي شيعيا إذا لم يحيي هذه الشعائر. جزاكم الله خير. قلها يا أختي يا أختي العذر لله ولي أجتر صعب الزلم عيني وطاحت عن نهر يسرى يا أختي وطاحت يميني بهذا الوقت يا زينة يا بريد النجد عذريني. هكذا إذن أيها الأحبة نكون قد وصلنا إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم، حتى نلتقيكم في تغطيات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا روي ما تدري صار في الغابي، ولقد حد الأسى والضيم ركني وعدتوني.